اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. كل سنه وحضراتكم بخير، كل سنه والشعب المصري بخير وسلام، وربنا يحفظه ويحميه يا رب. كل سنه وكل الامه الاسلاميه بخير وسلام، كل سنه وكل اللي بيتابع التلفزيون المصري والقناه الاولى في انحاء العالم بخير وسلام. عيد الفطر في مبارك زي ما بنقول، رمضان في مصر حاجه تانيه، كمان العيد في مصر حاجه تانيه، والسر في التفاصيل. على القناه الاولى العيد حاجه تانيه، ان احنا بدانا النهارده اول ايام العيد بالرنجه والفسيخ والسلم والمخلل، وافكار للرنجه كتيره قوي، ولكن هي في الاساس رنجه. سمكه الرنجه دي سمكه عزيزه بتيجي مستورده، لها طرق تخمير وطرق طهي مختلفه شويه. السمكه الوحيده اللي بتستوي لا من لا نار ولا جريلا، بتستوي بالدخان بتاع النار، وحسب نوعيه الخشب بيختلف سعر حبايه الرنجه او الكيلو الرنجه. الخشب هنا المدخن او الدخان بتاعه اللي بيسوي الرنجه، ايه نوعيته، هو ده الغلو بتاعها. ولكن هي سمكه واحده بتيجي من النرويج، من اسكتلندا، من هولندا، مصدرها البلاد دي. تعالوا مع بعض النهارده نعملها بافكار كتيره مميزه. انا عندي اطفال، والاطفال دايما هم طبعا حبايبنا، دايما يحسوا بالعيد وبنولد جواهم ونطرز جواهم العيد ازاي، وعيد الفطر المبارك وصله الرحم، ونعيد على بعضينا ونخليهم يفطروا معانا ويتغدوا معانا. فنعمل لهم بيتزايه حلوه كده بالرنجه، ايه رايكم؟ هتاخد برضو جبنه موزاريلا، وتاخد زيتون، وهتاخد فليفر من الخضار، وحاجات جميله جدا. الرغيف الحواوشي بتاعنا بالرنجه فكره الشيف المغازي، وبيدرسوها دلوقتي ازاي نعمل الحواوشي الصغير المحرمش، يعني في فلفل حار وفي سبايسي شويه، ويسويه على الجريلا او في الفرن. هنعمل كمان فسيخ النهارده اللي انا مش بحبه، ولكن مخرجنا الجميل عاشق له، بيقول لك فطرني وغديني فسيخ. الفسيخ هنا ده اخري فيه صراحه، وانا ما اقدرش امد ايدي فيه، انا بتكلم الصراحه، وحضراتكم من يوم ما شفتوني على التلفزيون وانا بقول انا ما بحبش الفسيخ، ولكن انا عاشق للرنجه. حلو الكلام. ومعانا سلمون النهارده برضو، انا خللته بملح وسكر وليمون وزيت زيتون، وبتخلل معانا زي الفل. هنعمله سندوتش او نقدمه ابيتايزر كده لطيف وحلو. السلمون كده كده مش محتاج، يعني ممكن الواحد ياكله كده مع تخليليه، مع خيار مخلل، مع طماطم، زي ما احنا عايزين. ولكن السلطه الخضراء مهمه جدا كمان علشان نقدمها مع السفره بتاعتنا، لان السفره كمان مهمه يكون عليها طبق سلطه خضراء لطيف وجميل. ولكن السفره دي عدلها حاجه واحده، طبق فروت سلط. لازم نكسر من الفواكه والخضار، ناكل رنجه، ناكل فسيخ، ناكل بلوحه، لازم تكون على السفره بتاعتك زي ما حضراتكم شايفين كده تشكيله من الخضار. واحنا في ايام الربيع الحمد لله، انا هعمل فروت سلط حلو كده بالعسل، برتقال، وكل انواع الفواكه، وطبق حلو نحل بيه. خلونا نطلع فاصل صغير لان في تفاصيل كتيره النهارده، وعيد الفطر المبارك معانا على القناه الاولى مميز ومختلف وله اسرار وله تفاصيل، وهنرجع تاني لحضراتكم بمفاجآت عن الرنجه وعن الفسيخ وعن السلمون والافكار الجديده اللي بتعجب الأطفال والكبار. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. طيب نطلع بمقادير الفتة، عشان عايز اعمل الفتة دي حلوة النهاردة، عشان دي تتسجل للتاريخ، طريقة الشيف المغازي. مقادير الفتة معانا عيش متحمص كالعادة، العيش ده عيش صاج او عيش سوري او عيش شامي. العيش بتاعنا ده كده، ده العيش بتاع الفتة، العيش بالشكل ده كده، بتعمل ايه يا عم الشيف؟ بكسره كده بس، بتبقى اللقمة كبيرة شوية، ما تبقاش ناعمة زي بتاعة الفتة اللي باللحمة، بالشكل ده كده، الجو ده حلو. ونفس القصة كمان الرغيف ده كده. وهاخد الطحينة بتاعتنا الحلوة، وخل، وزيت زيتون، وعصير ليمون، ورنجة، ونشوف ازاي هنتعامل مع طبق فتة جامد جدا. والطشة بتاعتنا زي اي طشة مع بعض دلوقتي زي الفل. هاخد العيش اللي انا كسرته ده كده، احطه على اللقمة كده. شفت الشغل ده كده؟ ده شغل حلو قوي على فكرة، اعمليه النهاردة تبقى عاملة حاجة جديدة. ونحط ده زي ما هو كده. ايه اللي انت عملته يا شيف؟ انا كسرت من الرغيفين رغيفين، يعني من الاربعه اتنين، وسبت اتنين زي ما هما سلام تحت الرنجه. حلو الكلام. ومعانا كده الخلاط ده كده، خليه هنا معلش بعد اذن مخرجنا عشان اوسع الدنيا شويه، عشان عايز اعمل حاجه حلوه. واخلي ده هنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم.
الدنيا النهارده زحمه. واخلي ده كده هنا. طيب واخد الخلاط ده كده ونجيب الطحينه بتاعتنا الحلوه دي كده نحطها في قلب الخلاط. هو ده الصوص بتاع الفته، خلي بالك ده الصوص بتاع الفته زي الفل. تمام، بنحط على ده زيت زيتون. ركزي بقى عشان الحته اللي جايه دي مهمه جدا، دي الطشه بتاعت الايه الفته. ومعانا طاسه على النار نبص عليها كده مخرجنا، بحط شويه زيت زيتون هنا، زيت زيتون، فص ثوم حلو. ازاي نعمل فتت الرنجه؟ ده ثوم اهوت في قلب الطاسه. التحميره دي حلوه، حلو قوي، اشم ريحته بس كده بالشكل ده كده. بحط حبيتين زيتون اخضر في قلبها، حاجه جديده، ده شغل عالي قوي، ده بقى شغل عالي قوي اهو. بحط على الزيتون ده يا عم الشيف شويه فستق حلبي. يا دلعك يا شيف، يا دلعك يا دلعك. فستق حلبي اهو، بتحمر كده مع التومه اهو، فستق حلبي. دي دي الخلطه، دي الطشه بتاعت الفته مع حضراتكم اهي، تومه وفستق حلبي وزيتون، تومه وفستق حلبي وزيتون وسنه بابريكا. كل ده يا شيف حلو قوي. معانا خل، عينيا اهي، ننزل بالخل. يلا يلا العب يا سمك. دي الطشه بتاعت الفته، فتت الرنجه، شويه خل. معانا برتقانه، اللهم صل على النبي. باخد البرتقانه دي زي ما هي كده، العب اهو اهو. ده البهريز حلو قوي زي ما هي كده. تمام، الخلطه دي حلوه قوي زي ما هي كده، زي ما هي كده اهي اهي. على فين يا عم الشيف؟ زي ما هي كده اهو اهو في الخلاط اهي اهي. مخرجنا الجميل، مخرجنا الجميل اهي اهي اهي، اللهم صل على النبي اهو 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 في قلب الخلاط، حلو قوي. واشيل ده كده على جنب، وكل ده في قلب الخلاط بيتضرب مع عصير ليمون، حلو قوي وعصير ليمون. ما حطيتش ملح خالص، ما ينفعش احط ملح، خلي بالك واحط شويه ميه، الميه دي تكون سنه دافيه كده. يا ويلي، حلو قوي. شوف المفاجاه اللي جايه بقى، المفاجاه اللي جايه معانا رنجه متخليله جاهزه اهي 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 اهي. شوف الرنجه على فين اهي اهي، الرنجه على فين اهي. العب اهو 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 اهو، كمان واحده، كمان واحد اهو، اللهم صل على النبي اهو اهو في قلب الخلاط. وشغل الخلاط يا عم الشيف وادعوا لي اهو. العب خلص الكلام. الله، لا ده دوق بقى وقول لي، ده احنا فاطرين طبعا، ندوب راحتنا، بس مش مسموح ناكل على الهواء. حلو الكلام، كل سنه وانتم طيبين. الاختراع ده وحقوق الطبع لدينا وبس. الخلاط ده كان فيه ايه دلوقتي؟ فرنجه، فيه زيتون اخضر خالي النوى اللي هو الزيتون المحشي جزر، حطيت طاسه على النار، حطيت فصين ثوم ناعمين، حطيت عليهم شويه فستق حلبي. ممكن تحطي لوز لو ما عندكيش فستق حلبي، ما عندكيش لا ده ولا ده، حطي فول سوداني. حلو الكلام، وحطينا الخل وشويه بابريكا حلوين، وكل ده مع بعض مع زيت زيتون وعصير ليمون، وضربتهم في قلب الخلاط. لسه لغايه دلوقتي ما خلصتش. تعالوا بقى نقسم الرنجه على وش الفته. انا كده بغير من منظومه الرنجه او فكر الرنجه. الرنجه مش تتاكل بس وخلاص سمكه. وناخد الرنجه الحلوه. تعالي. هبا هبا. العيد بقى، عيد بقى اهو، الشغل في العيد مختلف. واحد بقى شارب القهوه بتاعته ومدلع المسائل واكل كحك العيد، نعمين
لا اشيله يا باشا من هنا خالص، انت قول لي طلعه من هنا يطلع. العب. يلا اللهم صل على النبي. زي الفل اهو، ناخد كده الرنجه اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي اهو؟ دي الرنجه اهي اهي، منظومه الرنجه اهو، لسه ليمونه مخلله. الله الله الله، ليمون مخلل اهو اهو، اتحط هنا كده على وش الفته، حاجه مختلفه. حلو الكلام. فلفل اخضر زي ده كده، ده مش حار قوي على فكره، ده يعني بريء من السبايسي، هو بس شكله كده ضخم وكل حاجه بس مش حار ولا حاجه. نحطه كده. حلو. طبق فته معانا، بصلايه حلوه زي دي كده، بناخدها كده برضو على نفس البرنشه. شفت بقى البرنشه الصغيره دي بتفرق في ايه؟ خلصت من عليها بتشيليها على طول. ناخد البصل ده كده. الله، طبق فته اه، تاكل كل حاجه فيه. ناخد بقى الصوص الحلو بتاعنا ده كده ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. اه اه، انزل بالصوص بقى اللي بيتكلم ايه؟ اه الطريقه المغذيه. اه اه، ينزل على العيش هو ده. اه اه اه، دي فتت الرنجه. يعني يوم العيد عيد الفطر ما حرمناكمش من طبق فته، ولكن بمدرسه المغازي. اه اه، ينزل على الخبزه المتحمصه زي الفل. تمام عينيا. وايه رايك بقى لو حطينا على الفته دي يا عم الشيف شويه لوز؟ يا مزاجك اللوز. خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. عملنا طبق فته جامد جدا وحقوق الطبع لدينا، بس معانا حواوش الرنجه في الفرن بتاعنا في بيتزايه لطيفه جميله هنشوفها مع بعض بعد الفاصل. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني.